أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية العام الدراسي أدعو أبنائي وبناتي إلى الإقبال بهمة وشغف وعشق للعلم. العلم أجمل شيء في العلم، أشرف مطلوب وأعظم مقصود، وعلم آدم الأسماء كلها. بهذا شرف الله آدم حتى على الملائكة بالتعليم بالعلم، علم آدم. أحبابي، حتى الكلب لما علم الصيد صار صيده حلال. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وإذا كان جاهلا بالصيد صيده حرام. يقول حافظ الحكمي: وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتصم، لأن الكلب لما علم صار صيده حلال. النملة لما دخلت في مجال العلم ووعظت وأنذرت وحذرت ذكر الله في كتابه، تقول هي نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. أي أمة لا تحتفي بالعلم وتقدس العلم وتهتم بالعلم فلا تستحق الحياة ولا تستحق البقاء ولا تستحق العيش، سوف تبقى راسبة أبدا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وترك الله الجواب للعلم به لأنه مشهور معلوم. قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فلا يستوي العالم والجاهل أبدا، كما لا تستوي الأرض ولا السماء ولا الثريا ولا الثرى. استشهد الله حتى على وحدانية ألوهية بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم أولو العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم رفعة عظيمة في الدنيا والآخرة لأنهم تعلموا ودرسوا وقرأوا. أحبابي، مدرستنا ربانية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بالتعليم بالدراسة بزيادة المعلومة بالمعرفة. ابني بنتي، لن يكون لكم مستقبل ولن يكون لكم مكانة لا في الأسرة ولا في القبيلة ولا في المدينة ولا في الأمة إلا بالعلم. تعلموا، اسهروا. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. متى نجعل الكتاب خدينا ورفيقا وسميرا وأنيسا؟ متى نعيش مع أمة لا تحتفي بالقراءة والكتاب؟ أمة ضائعة. ولذلك انظر في عالم الدنيا، الغرب لما احتفوا بالكتاب والقراءة والمطالعة جلسوا على المريخ وسافروا على القمر. الآن الأمم الجاهلة التي تركت القراءة والكتاب جلست بعد طبعا العشاء والمفاتيح والكبسات تدبك وترقص وتقول: يا وطننا عمتين الحسود. بالله بالله، من اللي يحسد الأمم الجاهلة التي لا تقرأ ولا تتعلم؟ يحسد على ماذا؟ هل سافرت إلى المريخ؟ هل صنعت البارجات وناقلات السفن والصواريخ؟ هل قدمت الأمم الجاهلة البشرية شيء؟ لأنها تركت القراءة، تركت الكتاب، تركت المطالعة، تركت المعرفة، ولذلك بقيت مستوردة على هامش التاريخ، على هامش الأحداث. السبب فيما ترون من حضارة مادية، دعونا من الآخرة في النجاب العلم والإيمان، لكن السبب في التقدم الحضاري هو الحرف، العلم، القراءة، الكتابة، الدراسة. إذا ركب بجانبك رجل في الطائرة في الباص وهو يقرأ ويكتب ويعلق ويناظر ويبحث، فعرف أنه خواجة ومصنع منتج. وإذا ركب بجانبك رجل ثم أنظرك بالأسئلة: كيف الحال؟ متى ولدت؟ كيف حال الوالدة؟ أين الوالد؟ كم عندك من زوجات؟ متى؟ فعرف أنه عربي، عربي لن ما نقرأ. آسف أن أمة اقرأ لا تقرأ، شرفنا الله بإقرأ لكن للأسف تركنا اقرأ. عودوا إلى اقرأ، عودوا إلى الحرف إلى الكتاب. بارك الله فيكم، عودوا إلى المعرفة والعلم.